بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواج وذريته وأمة أفضل الأمم. أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسنى العظيمة. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والإشتراك في القناة وكومنت ولايك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل مراد. فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله بإذن الله. عنوان فائدتنا النهاردة إن شاء الله كالآتي: اقرأ هذه الصورة القصيرة سبع مرات، سيزول همك وغمك وكربك في الوقت والساعة. ده بإذن الله عنوان فائدتنا إن شاء الله رب العالمين النهاردة. هذه الفائدة الكريمة هي ضرة من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم، وهي إن شاء الله من القواطع، ولها كذا طريقة للعمل بها. وقد ذكرت من قبل سابق طريقة لها على القناة، ارجعوا لها، هي ليها عدة طرق، أظن دي الطريقة التانية أو التالتة اللي بذكرها على القناة، وهي نافعة إن شاء الله رب العالمين للمكروبين والمهمومين والمحزونين. ورقة وقلم كما تعودنا، وأكتب ورائي خطوات عمل هذه الضرة النفيسة خطوة بخطوة. أولا العمل بها يكون إن شاء الله يوم الأحد في أول الشهر العربي ولمدة 3 أيام متصلة، ما تقطعش يوم، ويكون بعد صلاة العشاء مباشرة في تلك المدة. طبعا في أول شيء في البداية إخراج صدقة بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التطيب بالمسك أو العنبر، صلاة ركعتين لله تعالى بنية قضاء حاجتك اللي ضامر عليها، الشيء حاجتك اللي مسببها لك الغم والهم والكرب. ثم الاستغفار، استغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه. كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشاكرين 7 مرات.
ثم ذكر اسم الله رحيم تذكره بياء النداء يا رحيم. كم مرة يا أبو محمد؟ 258 مرة. ليه يا أبو محمد عايزني أذكر 258 بالتحديد؟ ليه ما يكونش أزيد أو أقل؟ لأ، عايزك تذكره 258 يا رحيم بسر قوة عدده. ارجع لجدول الأعداد الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، رافعهولك على القناة عشان ما تدورش وما تحترش وما تلفش وتحتار. كل حاجة عندك إن شاء الله، لأن أنا بديك العلم زي ما خدته بالحذافيره وبنفس الطريقة. ثم تلاوت السورة الشريفة المباركة العظيمة، هي سورة الشرح 7 مرات. ثم هذا الدعاء المبارك القصير المخصص لها لهذا الغرض 1 مرة. الدعاء بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحيم أنت الواسع الكريم، أنزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم سورة الشرح، فرج عنا الهم والغم والنكد، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واكشف عنا همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين، فإنك أنت الرحيم الودود، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من بيده تصريف الليل والنهار، يا من بيده ملكوت كل شيء، أغثنا أغثنا أغثنا. كرر أغثنا 3 مرات. يا الله يا رحيم برحمتك ارحمنا برحمتك وانعم علينا بفضلك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توكلوا على الله فإنها ضرة نفيسة ومن القواطع، وبالتوفيق إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل معي على الواتس للكشف والعلاج الروحاني فقط، وليس للتعارف والدردشة، من 10 صباحاً إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة بتوقيت مصر. وفي أمن الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.